نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا. هذا وأشار المركز إلى أن هيئة الدواء المصرية أكدت توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بكافة محافظات الجمهورية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية. وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه تم ضخ في الفترة من يونيو وحتى شهر أكتوبر الماضي كميات كبيرة من الأدوية، مشيرة إلى أنه تم استحداث نظام للرصد والمتابعة لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية.